محترم صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح النور فيك. اهلا فيك. بتلاحظ شغلي شيء اللي عم بيصير هلا بعهد الرئيس العماد عون، على الاقل على الاقل مشان ما نروح لبعيد كثير، ما كان يصير بالعهد السابق. ليه؟ بعهد الرئيس الجنرال عون يلي عم بيصيروا كانوا يصيروا بشكل آخر أو بشكل ذاته في العهود السابقة، بس بما أنه الأحلام والأهداف اللي جاي فيها الرئيس عون مش معودين عليها كل الفرقاء، صرنا نشوف الفرق بنتيجة المواقف على عهد الرئيس عون. بالماضي كانت الأمور بالعربي الدارج مودرة كلها، فبما أنه مودرة كلها ما كنا نشوف الجيد مقابل السيء. هلأ صار يبين أكثر، سبب عم نقول ما كان يصير، بلا كان يصير، ما هن زيتهم بعدهم، ما تغير شيء من البشر ولا تغير شيء من الذهنية ولا تغير شيء من العقلية ولا تغير أسلوب التعاطي، كله بعده مثل ما هو. الهدف اللي كان جاي فيه الجنرال عون تحت عنوان الإصلاح والتغيير ما كان في عليه رضا من المجموعات يلي كانت عم تعمل نفس الشغل في العهود السابقة، فهذا الأمر ببين صار الفرق. أنا كمان مع الاحترام والتقدير لفخامة الرئيس العماد ميشيل سليمان، ما كان في خصومة معه مثل ما هذه الخصومة إلى درجة العدائية والهجومية والاستفزازية والتقصد والتعمد بحق الرئيس العماد ميشيل عون. لكنهم مضطرين يعملوا خصومة، مش مضطرين، يعني إذا بدهم مثلا يعطلوا أمر معين ما كانوا معطل، شو بده عطل اللي معطل؟ ما بيتعطل. وهكذا الخصومة ما كانت مفروضة، بالعكس كان يمكن أنه الأجواء بتسمح بكل المواقف السلبية فمنعمل كل المواقف السلبية. اليوم الأجواء، نحن اليوم إذا بدك نطلع شوي من الصورة العتمة، نحن اليوم نتداعى للبناء، فكل صوت يدعو إلى البناء يرحب فيه، وكل صوت ينزعج من هدف البناء بده يعمل أساليب أخرى توقف هذا البناء، يعني عرق له الطريق في دفعة البناء اللي إجا فيها الجنرال عون. بس هل السبب تنكون كمان أكثر عم نحكي مثل ما بنحكي كل مرة خصوصا معه، هل السبب أكثر أنه في مقولة درجة بعض الطائف وهي خلينا نقول الرئيس التوافقي، يعني اللي كلنا بنقبل فيه هو المسموح له يشتغل ضمن أطر ومعايير ومقاييس معينة، الرئيس اللي بده يفرض علينا مقاييس له ممنوع يشتغل. هل هذه الأزمة حقيقة هي اللي عم تواجه العماد عون؟ هلا بلش الانهيار في مرحلة البنيان يلي اعتقدوا البعض انه كانت مرحلة نهاية حرب، كانت يمكن مرحلة نهاية حرب بالمدفع والبارودة، بس بلشت حرب أصعب هي حروب المواقف اللي وقفت مع بعد الطائف. الطائف شو عمل بالنهاية؟ قالوا انه حل المشكلة. شو حل؟ حل المشكلة العسكرية وخلق المشكلة السياسية الكيانية الدستورية، خلقها. ما عاد في سلطة في لبنان، ما عاد في سلطة بعد الطائف، ما عاد في سلطة، وكل واحد بيدعي أنه معه سلطة يا بيكون هو أخذ هالسلطة، هو أخذها، بس الطائف ما أعطى سلطة واضحة لحدا. أخذ من حصة الرئيس ووزعهم لهون ولهون، أوكي، بقاش في حكم. لما بيروح الحكم من أي موقع معين بدأ تعيش البلد أو الدنيا بالفوضى، بقاش في أربيتر. لما عمل الطائف كان في أربيتر موجود برا، موجود الأربيتر برا، وقت اللي حدا يشرد عن الخط يعيطوا له واوا يسكت. اليوم ما بقاش في حكم. كان بالعهد السابق قبل الطائف رئيس الجمهورية هو الحكم، عنده الصلاحيات اللي بتسمح له يكون حكم. أخذهم الطائف لا يعطيهم بوقتها للحكم اللي هو من خارج لبنان، للسلطات التدخل الخارجي. فلت هذه السلطات
اللي اسمه سلطات التدخل الخارجي، إن كان بدنا نسميها احتلال أو بدنا نسميها وصاية أو بدنا نسميها قمعية أو مثل ما بدك سميها، بس كانت هي الحكم. راحت هذه السلطة وما بقي سلطة بإيد رئيس الجمهورية، مين الحكم؟ بقاش في حكم. إذا وقع أزمة في مجلس النواب خطيرة جدا، بالدستور السابق كان رئيس الجمهورية عنده صلاحية حل مجلس النواب، إذا تأخرت الحكومة لا تتشكل مثل ما هي هلأ كان رئيس الجمهورية عنده صلاحية عيد الاستشارات ويكلف شخص تاني وعد كل شيء بقى. هاو سقطوا كلهم في الطائف، سقطوا كلهم. فما تتعجب كيف بدنا نعيش حالات مايعة، وقلت من ساعة مودرة، يعني لا هي صالحة للأكل ولا عم نزتها بسهولة. هل أحد الوجوه اللي عم نعيشها واللي دائما مقاربات اللبنانية التسووية تمنعهم أنه يعلنوا عنها بصراحة، هل هذه الصراحة تفرض علينا القول الآن أنه أحد أسباب أحد أوجه الأزمة اللي عم نعيشها أنه ممنوع يكون في رئيس مسيحي قوي؟ ما بدي أوصل لهالتشاؤم القوي. مش تشاؤم، عم توصيف هذا. أوكي، توصيف أسود. أنا بقول أنه ممنوع يكون رئيس قوي شو ما كان يكون. هلأ مساق بأنه الرئيس بالطائف حطوا رئيس مسيحي، أوكي. هلأ الرئيس المش قوي يعني شو بتمشي البلاد معه مثل الناس؟ ما هي ذاتها السلك، السلوك اللي عم ينسلك هو لتهديم البلد مش لتهديم الرئيس. انهدم الرئيس وبخلصت الخبرية؟ لا، القصة لهدم البلد، هذا البلد، أو لأخذه لطيارات أخرى مش معروف شو هي نتيجة الوصول إليها. هذا الهدم ما بيتعلق بشخص إنسان فقط. فرضنا عرقلوا مسيرة الجنرال عون وما خلوه يعمل الإصلاحات اللي بده يعملها، شو ربحوا؟ كفوا بالفساد وكمل البلد نحو الانهيار. بيكونوا هددوا هدموا الرئيس أو هدموا البلد؟ بيكونوا هدموا البلد. إذا مش واعيين مصيبة، وإذا واعيين الله يستر. الشيء اللي عم بيصير قدامك وقدامنا كلنا سوا اللي عم نشوفه هلا بيدل انه بدهم يعملوا بلد؟ لا. طيب، لكن ماشي بهذه المسيره مش مشكله عندهم. هلا ما بدل شيء. طيب، من اللي عم بيصير انه بدهم يعملوا بلد، ونهار اللي بيقرروا انه بدهم يعملوا بلد ب 24 ساعه بتزبط الامور. شو اللي مانع؟ اللي مانع اهدافهم الاخرى. شو هي؟ يا اما الاستفاده الشخصيه، بعد في شويه ورطه بالدوله تنورتهم. يا إما مآرب خارجية عم تتنفس داخل لبنان من الشرق ومن الغرب أو من الشرقين والغربين، حتى من نوجه السهام نحو دولة وحدة. يا إما اللي تعود على حالة الفوضى وعيش ما يسمى تقليديا، وبحبش الكلمة بس بدي أقولها، ما وتعود على عيش المزرعة، ما بقى يقدر يلاقي إنه بده يعيش بدولة منتظمة تحت القوانين كلها، ما بقى يقدر. فبيقول لك خلينا نقطع مرحلة طويلة قدر الأمكان منستفيد منها، وبعدين من بعد حماري ما ينبط حشيش. وهودي بيكونوا غرب عن البلد، غرب عن بنيان الدولة، غرب عن الوطن. في شيء صار كمان بدلنا أنه حتى قبل الطائف مع سلطات الرئيس اللي كانت تسمى استثنائية واستنسابية وأساسية، في شيء بدل أنه لا، ما كان الوضع هيك. جيبولنا مي إذا بتسمحوا، لأنه بعد ما أجا مي للخور أسقف المونسينيور بركي مقطوع، خلي هذا بركي مقطوع، في شح أزمة. في شغلة صارت بتفرجينا إذا بتسمح لي بهالعرض نص دقيقة. تفضل. أنه الرئيس المسيحي القوي إما يخذل مثل الرئيس فؤاد الشيب الله يرحم ترابه، وإما يقتل يستشهد، لأنه هم نحكي فيها هلأ، مثل فخامة الرئيس الشهيد الشيخ بشير جميل، أو يعزل لا سمح الله، بس هيك عم بتصير هلأ، وهو الرئيس العماد بشيل عون. يعزل يعني بلش محاولات عزله وحصاره. فإذا رئيس المسيح القوي إما يخزل وإما يقتل وإما يعزل قبل الطائف وبعد الطائف، بتوافق عليها هيدي؟ اللي بيقرا التاريخ اللبناني الحديث طبعا بصفحاته الهيك الظاهره لبرا بيلاقي التوصيف اللي تفضلت فيه حضرتك صحيح، ولكن مع اختلاف بسيط بوجود الاشخاص اللي كانوا وقتها. ما قبل من فؤاد شاب
ولورا كانوا الأشخاص ملتزمين لبنانيا، يعني إذا بدك بسمي لك إيهن يعني بالوقت أكيد يعني رياض الصلح فينا نقول ما كانش لبناني، صقب إسلام فينا نقول ما كانش لبناني، وقد شخصيات عديدة في كتير شخصيات من كل الطوائف، يعني ذكرنا تاني بساق أبو السنة، بس من كل الطوائف كانوا ملتزمين لبنانيا حتى لو عرقلوا وحتى لو وقفوا بطريق تنفيذ إرادة الرئيس بتضل القصة لبنانية، مش مرهونة لأي قوة أخرى ولا حتى للقوة المادية اللي بدون يكسبوها، لا مش هيك. اليوم من بعد حالة الفوضى اللي وقعنا فيها، أساسا بلشت الحرب قبل الحرب بثلاث أربع سنين، مفهوم القصة صحيح الحرب اللبنانية، شو الهدف كان من الحرب اللبنانية؟ بس لحتى يكسبوا مكتسبات رئاسة الحكومة أو الحكومة مجتمعة تاخد صلاحيات من رئيس الجمهورية مثل ما عملوا بالطائف هالتافهين اللي راحوا لهوني، مش هذه أهداف الحرب، لا في أهداف أخرى لهذه الحرب، واللي مش عارفها بعد بيكون مش عم يقراها، بس هذه الأهداف الأخرى هي تخضع لإرادة السلطات اللي محركة النتورك العالمي للشرق الأوسط كله سوا مش لبنان بس. بلش تنفيذها بلبنان ما زبطت 100%، نقلوا من دولة لدولة. نعم هذه اللعبة انعكست على قوة الرئيس، شيء طبيعي. أول واحد قتلوا بشير جميل ورنا معوض وما شابه ذلك، قتلوه لأنه شافوا فيهن ناس ممكن يصمدوا في طريق هذه المؤامرة يلي عم تخلط أوراق الشرق الأوسط كله سوا، وسمته الست كوندوليزا رايس المخاض العسير للشرق الأوسط. بلش المخاض عنا وكفى على العراق وهلأ بسوريا وبكرة بعرف شوين، وراح يلحق تركيا والسعودية وكل منطقة الشرق الأوسط ليوصل لإيران. بدنا نحط لبنان في هذا، يوصل لإيران، حطيت إيران آخر شيء، يعني هي الهدف، بده يوصل. ببلشوا فيها العقوبات، شو هي العقوبات؟ ما العقوبات هي جزء من هذا المخاض، ببلشوا بالمسكنات العالم بالأمراض، بعدين بيعالجوا بعمليات جراحية، شيء طبيعي. فإذا هذه الحالة الشرق أوسطية اللي اسمها المخاض العسير واللي ترجم بالربيع العربي اللي خرب الأرض كلها، نحن جزء منه جغرافيا وتاريخيا، ما فينا نفصل حالنا هيك بزيح ونقول نحن ما قلنا دخلي بما يجري في الشرق الأوسط. زيد عليهم كلهم الإرادة الصهيونية في الكيان الإسرائيلي، ما هذا الكيان كلهم عم يشتغلوا له ليعيش بأمان وسلام وبغنى وبإزدهار. شو الغنى والإزدهار بده يكون؟ يعني بده الميات والنفطات، مين بده يعطيهن؟ إذا كنا نحن موجودين بدول قوية متماسكة من العراق لهون لمصر، مين بيعطيهن؟ ما بياخد شيء، بينما لما بنتفرفط بصير ياخد البدوية وما حد يعترض. هل يعني اللبنانيون كلهم بدون استثناء، هل يعني اللبنانيون كلهم انه مواقفهم اليوم بعناد ضد إرادة رئيس الجمهورية أو أهداف رئيس الجمهورية أو أحلام رئيس الجمهورية؟ طبعا نقول إرادة لأنه الإرادة فيها نتفة قوة أكثر، أحلام بنيان الدولة الصحيحة، هل يعي هؤلاء اللبنانيون كلهم أنه هذا الأمر لخدمة العدو؟ مش واعيين، وإذا واعيين أنه عم يخدموا العدو بهالقصة، أبعرف شو فيك تسميه، بدك نحدد مين العدو محترم. نحن لما منقول العدو بيكون العدو صهيوني، نحن منعرف بس بدك تشوف أهن أي عدو بيعتبروا، في منهم بيعتبروا، في ناس بتعتبر العدو إيران، ناس بتعتبر العدو السعودية، ناس بتعتبر العدو أنا بقول إسرائيل، ناس بتعتبر العدو أمريكا، مين العدو؟ إذا بدنا نوسع البكار مش عم نوسع، أولاً رح نوسع لأنه ثلاث أرباع العرب بطلوا يعتبروا إيران عدو، هلا إسرائيل بطلوا يعتبروا إسرائيل عدو، عفوا صاروا يعتبروا إيران عدو. أوكي هيك مشانك أنا عم بقولك بدنا نحدد مين العدو. نحن منحدد بكل وضوح، مش خايفين من حدا ولا مستحيين. العدو الأساسي هو الإسرائيلي اللي احتل إسرائيل وبعث لنا مواسم فلسطينية على لبنان، هذا أول عدو وأخطر عدو. ثانيا بالدائرة الثانية كل من يتدخل في شؤوننا ليعرقل مسيرتنا كمان يعتبر عدو بالدرجة الثانية، من جميعه من الشرق أو من الغرب، كل من يتدخل في شؤوننا ليعرقل مسيرتنا نحو إعادة بنيان الوطن وإزدهاره اقتصاديا وسياسيا وحضوره العالمي بيكون عم يتصرف تجاهنا بعدائية، ولو كان عنده فريق من اللبنانيين إن كان من هون أو من هون، ما كل واحد عنا مدد إيد لبرا، مش هيك دخلك؟
ما هذا بمد لهون وبمد لهونيك وبمد لهونيك، مش حيبقى ايد ممدودة لجوا الا للسرقة بس، هاي الايد الممدودة لجوا. فهذا هو العدو. بدك تعرف من هو العدو، مش بس اللي بيضرب عليك مدفع، لا، اللي بده يخرب لك بلادك بكل ابتسامة هذا عدو كمان. بعد 28 سنة على انتهاء الحرب رسميا في لبنان، ليش بعض اللبنانيين ما متفقين على تاريخهم، ما متفقين على شهدائهم؟ منشوف هذيك اليوم بحضرتك كنت بحلقة تلفزيونية، صار في نوع من سجال مع أحد الزملاء حول رئيس الشهيد بشير جميل، وصار يلي صار. منلاقي هلأ في سجال حول الله يرحمه رئيس الشهيد رفيق الحريري، في كلام انقال، ونتمنى أنه يوقف الوضع هون ولا يتطور إلى فتنة بالبلد، لأنه هالشيء اللي عم يصير بهاليومين لا يبشر بالخير. أيضا لبنانيين مش متفقين على شهدائهم، لبنانيين مش متفقين على ماضيهم، لبنانيين مش متفقين على بناء الدولة، لبنانيين مش متفقين مين العدو. بعد 28 سنة على انتهاء الحرب في لبنان، لماذا اللبنانيون لحديث هلأ مش قادرين يتفقوا ولو على قاسم مشترك واحد؟ الشغلة هينة، الشغلة هينة. واحد، كيف تبنى الأوطان؟ بيعلموا الناس أنه تبنى الأوطان أو الأوطان هي تتألف من الشعب والأرض. لا حبيبي، ما إشي كفه هو. هذا التحديد الضيق، الشعب والأرض، ما إشي كفه. بدك تزيد عليه 20 شغلة زيادة. عظيم. بدك تزيد النظام السياسي، بدك تزيد الدساتير، بدك تزيد الحس المشترك، وهي أهم وحدة بين أبناء هذا الوطن، الحس المشترك بين أبناء هذا الوطن. إيه، أنا هون بشهد أنه ما في حس مشترك بين المجموعات العايشة بلبنان. عظيم. يعني الحس المشترك هو خلصنا إياها الإنجيل المقدس على لسان سيدنا المسيح كلمتين، افرحوا مع الفرحين واحزنوا مع الحزانة. هذا الحس المشترك. يا أخي اليوم في فريق لبناني بيفرح لحزنك إيه؟ وبيحزن لفرحك. إيه، هيك بدأ تبني الأوطان بدون حس مشترك بين اللبنانيين. بترجع بتقول ليش عم يختلفوا؟ لأنه عندهم مفاهيم جد مختلفة لمفهوم الوطن، لمفهوم الاقتصاد، لمفهوم الإدارة، لمفهوم السياسي، لمفهوم السلطات. عندهم جد مقاييس جد مختلفة. فإذا هذه المقاييس اللي مختلفة كيانيا، مختلفة كيانيا، مش مختلفة بتفكير عقلي متجرد لحتى يقدروا يلعبوا فيها، لا، كيانيا مختلفة. فمن الطبيعي أنهم ما يتفاهموا على، كفي معي، على مستقبل واضح، على رؤية واضحة، على عدو واحد، وزيد عليها كل الباقي. هذا هو جوهريا سبب الخلاف. سبب أول سبب هو مش سبب الخلاف اليوم، بلش هذا الأمر في بنيان الدولة اللبنانية من أيام المتصرفية وجاي، وكمل مع الاستقلال، وكمل مع حرب 58، وكمل مع حرب 73 ثم 75، وأبعرفش هلأ عم يكمل سياسيا. فإذا ما في نتيجة يا شباب من انقساماتكم. إذا عم تقول تاريخ، أنا بقترح عليهم كلهم إذا بيحبوا، أساسا ما حد بيسمع شو بدهم يحبوا، بس إذا بيحبوا ينسوا مبارح ويبلشوا من اليوم وطالع، من اليوم وطالع. بدكم وطن؟ مش مثل ما عم تشتغلوا يتبنى الأوطان. ما بدكم وطن؟ كفوا هيك ونشوف شو بنعمل. تحركات في الشارع، عم نلاحظ انه في فئات ما كانت تنزل على الشارع صارت عم تنزل على الشارع. خلينا نقول انه بركي حقها اكيد، بس تحس حالة مهانة ورموزة تتعرض للشتيمة والسباب، من حقها انه تتحرك. لكن على الارض عم نلاحظ انه في تحركات في الشارع عم بيتم اللجوء لها، وتؤذي مش بس العيش المشترك، تؤذي الاستقرار الوطني، تؤذي الاستقرار العام، وتؤذي أيضا هذه الروابط التي تجمع بين اللبنانيين، واللي بعدنا عم نقول أنه ما زالت روابط هشة ولينة. هلأ إذا عم تقصد المظاهرات اللي صارت من بعد أكيد كلام الأستاذ وقام وهاب على رفيق الحريري الله يرحمه، أوكي، لغة الشارع يبدو أنه لا تؤدي إلى أي نتيجة لحد هل، لأنه ما في هدف، ما في هدف يجمع اللبنانيون عليه من وراء هذا التحرك. بالزمنية تتحرك الشارع ب 2005 كان في هدف ونجح هذا التحرك. اليوم هذه التحركات عم نلاحظ أنه معظمها مرتبط بمذهب معين، أوكي ممكن يكون في خليط بسيط، بس الهدف
واضح لهذا المذهب. استاذ وئام حكي كلام قاسي، قالوا لي انه عن بوجه رفيق الحريري الله يرحمه، رئيس الشهيد رفيق الحريري وابنه الاب والابن. بدك تسمح لي هون مرة حاشي تفضل وبجهر الاستاذ وهام مباشره يعني حتى ما تروح دعان. واكيد نحن بنعرف، نحن اولاد جبل بنعرف انه اخواننا بني معروف الدروز معروفين باللياقه واللباقه وحسن الكلام، معروفين مشهورين فيها، معروفين بأخلاقهم اللي بتظهر عن تهذيب علني. أنا عم بحكم على الكلام مش على النوايا. هذا التهذيب العلني وهذه اللياقة واللباقة وحسن التصرف خرج الأستاذ وهام فيها على قواعد التهذيب الدرزي، خرج مش بس التهذيب البشري العام، يعني لما بتخرج على قواعدك الخاصة بتصير القصة أقسى مما تخرج على القواعد العامة، خاصة أنه وصل بالكلام للشماتي بالميت، وهني عندهم قاعدة الشماتي بالميت حرام عند الكل وهني بقدسوها، وهني أكيد بني معروف طبيعا طبيعي. فإذا أول شيء احترام الميت واحترام الحي، صدر اعتذار من مكتبه أو منه شخصيا للحريري عن الكلام اللي قال بساعة غضب. هلا قديش بنحدد الديفينيسيون تبع ساعة الغضب بعرفش، بس انقال الكلام ووصل مطرح ما بده يوصل واعتذر عنه الأستاذ وئام، وبيفتكر بين قبل الاعتذار رد، ما سمعت ردود، ما سمعت ردود من المجموعات اللي شعرت بالإهانة إلا أنه نزلوا على الشارع. أوكي وسيلة تعبير الشارع، بنرجع للشارع. هلا الشارع هو وسيلة تعبير، وبالنظم الديمقراطية الشارع له دور، ولكن هذا الشارع إذا بده ينزل يمثل كل مرة، نحن 18 طافي في واحد خلق جديد صاروا 19، إذا نحن كل مرة بننزل على الشارع بدنا ننزل باسم طايفي، هيدي ما اسمها نزلة على الشارع، هيدي بيقدر المسيح يروح على كنيسته، المسلم يروح على جامعه وهكذا، أفضل من أنه ينزل على الشارع، خاصة وأنه هو بيعرف أنه هذه النزلة مش رح توصل لمكان، بالعكس تمام. اليوم نحن قلت بمرحلة نتداعى كلنا للبناء ولدعم رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وكل من يهتم بالشأن العام، ندعو نتنادى لدعوة الجميع إلى الرضا على بعضنا البعض ويطلعوا بمستقبل لبنان اللي بدنا إياه. يا خي هذا الوطن بدنا إياه، وبدنا إياه نعيش كلنا بإطار واحد إلنا يربطنا، هو ما يربطنا فيه مش بس القانون، على كلهم بيخرجوا على القانون أوكي، بس بالقليل يربطنا فيه الحس العاطفي، الحس المشترك بين الناس. يعني ما أفرح لحزنك وتحزن لفرحي، مش مزبوط. نرجع من الشارع على البيت، ناقصنا تطيل بعد، ناقصنا هدر، ناقصنا بقاش ناقصنا نرجع. وأنا بتمنى أنه ما حدا ينزل على الشارع بقى، ما حدا أوكي بيقدر يعبر بغضب الواحد بأي وسيلة كان، بالإعلام بيعبر، بالمؤتمرات الصحفية بيعبر، بتكليف ناس للوساطة بيعبر لحتى الصلح يكون أقرب من العدائية وين ما كان. عم نحكي بشكل عام مش بس عن قصة الحريري الله يرحمه الشهيد. فإذا نوقف هون. في توصيفات عدة للأزمة، سنية 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 شيعية سنية مسيحية، ما بعرف إذا بعد في أشياء. شو بتعطيها توصيف أزمة الحكومة محترم؟ إيه الأزمة هلا اللي عم نعيشها، لأنه كل ما عم تعطيها توصيف عم بيروح الحلول باتجاه حل هذا التوصيف. نرجع آخر شيء للمربع الأول. أنا بدي أرجع للكلام اللي كنا عم نسمعه تنطلع بتوصيف موضوعي، ونقول من الآخر اللي قادر يعطل ما له فضل على اللي قادر يعطل التاني، وهذا الكلام صدر على لسان السيد حسن حرفيا. نعم. وقت اللي اتهموه انك عم تعطل وتتغطى بالسنة المعارضين، قالوا ماني معي وزي تغطى، بعدين انت يا وليد بيك عطلت، وانتو يا قوات لبنانية عطلت، هذا هو قال كلام السيد. اوكي مدامك عارف يا سيد انه الجنبلات عطل والقوات عطلوا وحضرتك عم تعطل مثلا، فاذا كل واحد قادر يعطل،
الفضل من باللبناني على أخيه اللبناني مش بقدرته على التعطيل، بالعكس تمام، بقدرته على البنيان والتسهيل والتسهيل. واليوم حضرتك قادر إنك تبني، قادر إنك تبني بحضورك، بشخصك، بكتلتك، بقوتك، بطايفتك، قادر إنك تبني. قادر إنك تعطل مش مشكلة، غيرك قادر يعطل كمان، بس قادر إنك تبني. مش كلهم قادرين كلهم يبنوا، أنت قادر إنك تبني، تفضل ابني، تفضل ابني ومد إيدك مثل عادي للبنيان، وبتلاقي إنه معظم الشعب اللبناني بيحييك وبيصافحك، مش مضطر لا أنت ولا أي قوة أخرى ينظر للشعب اللبناني إنه عم تعرقل مسيرة الحكم. على كل، بكل الحالات نحن عم نحكي نظريا، أما واقعيا وكلاميا ما صدر من الحزب أو من السيد إنه هو بده يعطل وبده يمنع ال11 وبده يمنع 12 لكن. ونحن بنحكم على هذا الكلام، مش عم نحكم على النوايا، الله بيعرف شو فيه القلوب والنوايا. بالكلام ما صدر أي كلام، بالنوايا الله بيعرف. هل بتعتبر إنه الأزمة أعمق من إنه تحصر بوزير سني بالناقص؟ نعم. أو بالزايد مثل ما بقول رئيس بري. رئيس بري كان عنده جملة كتير مهمة من 3-4 أيام، قال يا جماعة قصة وزير بالزايد وزير بالناقص، بتحسوا إنه منه مقتنع بهذه الخبرية كلها اللي عم تركب أو اللي عم بتصير. شغلة تانية، هل العملية صارت امتداد لأزمة مفتوحة في لبنان؟ أحد مظاهرها وترجماتها الآن هي شد الحبال حول الوزير السني، يعني سني شيعي، لمن الكلمة العليا واليد الطولة في لبنان، للسنة أم للشيعة؟ نائب محمد رعد بارح بيقول كلام، كمان أستاذ محمد المعروف برصافته وحصافته، ما هيك بالكلام؟ قال نحن صرنا 1300 سنة ناطرين، ننطر هلأ كمان، ما عندنا مشكلة، ناطرين المهدي المنتظر مثل ما هو كان عم يتفضل. ونحن هيدي المشاكل اللي عم نتعرض لها كمان صرنا مئات السنين عم نتعرض لها، ربط بين التاريخ وبين وزير سني، ما عم بعمل هيدا الربط أنا اللي هو بيستنجون الناس. طيب أنت شو بتفهم من هذا الكلام؟ أولا العلاقة بين السنة والشيعة مثل ما حدد الأستاذ رعد مزبوطة، هو ما حكي هيك، قال ناطرين صرنا 1300 سنة. ناطرين وممكن ينطروا 1300 سنة تانيين، ما في شيء بيمنع. أما أنه يكون المشكلة لحل هذا الانتظار هو وزير سني من المعارضة، لا مش هالقد. نحن منقول ناطرين تيرجع الغائب، مش هيك بيقولوا عجل الله في ظهوره. مش لحتى يعجل بظهور نائب سني أو نائب ماروني أو لا يا خي، مش هالقد. هاي واحدة. اثنين، إذا الحرب بين النفوذ الشيعي أو النفوذ السني اللي عم يتظاهر عم يتظهر هلأ بهذه الحكومة، بتقلي بعد القصة اللبنانية؟ أكيد مش لبنانية، خرجت من الإطار اللبناني وصارت دخلت بحسب هذا الكلام اللي سمعناه، دخلت في النزاع السني الشيعي العالمي. هذا النزاع السني الشيعي العالمي موجود واقع من 1400 سنة، إذا 1300 إذا غلطنا بشي سنتين مش لا مشكلة. لا هذا النزاع موجود، فإذا كان كل مرة بدو يتقاتل واحد سني واحد شيعي بالكرة الأرضية بندفع حقه في لبنان، ليش يا حبيبي؟ ليه؟ فيكن أنتو بصدق تعاطيكم وبمثاليتكم وبحسن انضباطكم وبخدمتكم لهذا الوطن تكونوا مهدئ ومسكن لكل الثورات المفتنة في العالم. بالعكس، خلقوا بيئة في محل ما في العالم تبين لكل الناس انكم قادرين تعيشوا سوا. بدينش خلقوها، وشو بدي اعملن انا؟ عم بحكي عن السنة والشيعة. أنا بقترح تمام ومقتنع بهذا الاقتراح، ما عندكم وطن تاني إطلاقا غير لبنان تبرهنوا فيه للعالم إنكم قادرين تعيشوا سوا، سنة وشيعة. السعودية لا، إيران لا، أفغانستان لا، باكستان لا، إندونيسيا لا، شمال أفريقيا لا. فإذا يا حبيبي بقاش عندكم إلا هذا الوطن تقدروا تبرهنوا فيه القدرة الإنسانية بحسب ما قالكم الإمام علي بالذات، مش أنا قلتها،
ايه هذا اللي مختلف عنك بالدين هو خيك في الإنسانية من ما كان يكون. فإذا قادرين ومثل قال قداسة البابا يوحنا بولس الثاني لما قال له ابنها رسالة بيقصد فيها رسالة التعايش بين كل الفئات. صحيح تمام. نفس القصة. فإذا عندكم إحساس إنه قادرين تعيشوا سوا في وطن معين تأكدوا تمام ما قلكم إلا لبنان تقدروا تعيشوا فيه، وخلي يكون هذا الوطن قدوة لكل الأوطان الأخرى إذا بدكم. أما إذا بدكم تكملوا الحرب من كربلاء ورايح كملوا. ناخد بريك نرجع بعدها منتابع حوار اليوم مع الخور أسقف كميل مبارك عميد معهد الدكتوراه في جامعة الحكمة. أهلا بكم مجددا في حوار اليوم مع المونسينيور كميل مبارك عميد معهد الدكتوراه في جامعة الحكمة. أهلا وسهلا فيك محترم مجددا. أهلا. رئيس الحريري لا يعتذر وحزب الله ينتظر، لا يريد إخراج الحريري، يريد إحراجه بس ما بده إخراجه، يعني ما رح يطلعه، بيعتبر لا بديل. عم نحكي بواقعية، بده يحرجه بس ما بده يخرجه. والرئيس حريري عارف أنه لا غنى عنه ومأنون غيري، عرف المرء قدره فتدلل. ما هيك بيعرف انه شو ما صار ما راح يستغنوا عني، البديل غير عني كليا، مش ما استعمل تعبير تاني، انه انا بعدني افضل الحلول لهم. طيب نحن في واقع مستنقعي راكد، وهذا مين بده يكب الحجر تيحرك هالمي الراكدي؟ اولا هيدي القصه تابعة لثغرات الطائف اللي ما حدد مهل للرئيس المكلف في تشكيل الحكومة. لو في مهلة أعطاه فرصة لنقول 3 أشهر 4 أشهر شو بعرفني، كان بعد منها يا إما بده يسرع بالتشكيل يا إما بده يرجع المشاورات من جديد تيشكله رئيس. يبقى يرجع هو ذاته ما بيمنع، بس بيصير في هذه البحصة بتحرك هذا المستنقع. نعم. إذا القوى المعارضة للرئيس الحريري المكلف ما بدها يفل، بدها تحرجه، يعني شو الهدف تبعه؟ يجي ضعيف؟ إذا بس يجي ضعيف، دايما في لبنان حسب تاريخنا مين ما إجا بيكون بعد ما يجي غير قبل ما يجي، وهذا شيء طبيعي لأنه بيزيدوا حلفائه من بعد ما يجي، بيزيدوا أنصاره من بعد ما يجي، ولما بيجي وبيزيدوا أنصاره بده يرجع يشتد. فلشو بدنا نجيبه ضعيف ونرجع نقويه؟ خلي ضل بقوته. بعدين ليش بدنا نكون نحن كلبنانيين يا أعزائي الأحبة، ليش بدنا نكون نحن كلبنانيين نجيب رئيس جمهورية نضعفه ونجيب رئيس حكومة نضعفه؟ شو الهدف؟ الهدف إنه نبين تجاه الدول إنه ما عندنا سلطة مؤهلة لتحكم بلادها. لا يعني لا بده ينظرنا المجتمع الدولي نحن كدولة قاصر، دولة قاصرين. هذه السياسات الصغيرة هي بيسموها انك تبين حالك تجاه المجتمع الدولي انه انتو عندكم قصور، مش مؤهلين للاستقلال. مش مؤهلين للاستقلال يعني ما بتعرف اي ساعة بيخلقوا لك دولة روح احتللنا هذا البلد واحكمي بالقوة. مين هذه الدولة؟ شو بعرفني، يمكن ترضى انا او ما ترضى. فإذا لما بتظهر أنت للمجتمع الدولي لا قادر تبني دولتك اقتصاديا وتحمي حالك من الانهيار المادي، ولا قادر تبني دولتك سياسيا بتحالفات سليمة بالداخل وبمد الأيدي من أجل لبنان إلى الخارج مش من أجل مصلحة الخارج على حساب لبنان، ولا أنت قادر تكون حاضر بالندوة الدولية كدولة قادرة تبدي رأيها وتعطي صوتها بكل جرأة وبكل حرية، فإذا أنت مجتمع قاصر. قد ما تتمرجل وتقد مراشل أنت مجتمع قاصر. هذا المجتمع القاصر غير مؤهل ليحكم حاله. هيك بدنا نبين نحن تجاه الدول. مين بتقلي منين الدول يا خي؟ الدول أول دول هي الدول اللي عم تلعب فيك. أول دول هي الدول اللي عم تلعب فيك. كل دولة بتلاقي ثغرة في مكان معين تقدر تتدخل فيه بتكون هي أول دولة عم تلاقي نقطة الضعف اللي بمجتمعك السياسي. نعم. ناهيك عن كل الدول الأخرى.
يعني لما بدنا نقسمها هذه الدول، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الاوروبي، الامم المتحده، الاتحاد الاسيوي، كل هذه الدول عم تنظر لك اليوم نظره انه شو بهون هاو بلبنان يا اخي، راح يصيروا 7 أشهر دخلت مش قادرين يخلفوا حكومه بالسبعه، يجيبوها سيزاريان يا اخي وخلصونا منها، انه شو بيجي هلا؟ لا اذا طلعت سبيعيه منيحه، بس ما طلع 7.5 بصيروا يحطوها بالكوفاز. بالكوفاز طيب وحاضرين هؤلاء اللي بدهم يحطوها بالكوفاز حاضرين، مش كتير بعيد يعني، بس تطلع الحكومة الناقصة بحطوها لبيقوموا لنا الأطباء النسائيين شو بدنا بشغل. فإذا نرجع للجدية، القصور في حسن تدبير الوطن نقطة سوداء على الشعب كله، مش على قوة وحدة. ما حد رح يقول من المجتمع الدولي انه الحريري مش قادر يشكل حكومه، ما حدا راح يقول بالمجتمع الدولي انه فلان الفلاني او هذا الحزب عرقل مسيره الحريري، ما حدا راح يقولها، راح يقول انه المجتمع اللبناني عاجز عن تشكيل حكومته، والسبب الانقسامات الداخليه من جهه والتدخلات الخارجيه من جهه ثانيه. فشوفوا شو انتم صارت بايدكم اللعبه، صارت بايدكم اللعبه، شو ناطرين تقولوا لكم المجتمع الخارجي او الدول الاخرى غير اللي مسكتكم كل واحد من مايل انه يا بتعملوا هيك يا بدنا نشوف شو بدنا نعمل؟ ما في اسهل اليوم من التدخل للانهيار للبنيان، صعب التدخل صعب، بس للانهيار ما في اسهل منه. فطرت بكره اليوم بقرا منشات تحت التلفزيونات انه قوى 8 اذار، يمكن بعد في نخلق قوى 8 اذار 7 اذار و9 اذار و14 اذار، ما بقاش في منهم، بس بعضهم عم يحطوا عناوين ماشي الحال، مثل واحد بيستقيل وبضل يكتب اسمه معالي الوزير ولو استقال من 56 سنة. فإذن أمبارة منشات أنه ما حدا يهول علينا أنه أزمة الحكومة ستنعكس أزمة اقتصادية. يا حبيبي مين قال لك لا؟ أنت زلمي مديون 120 مليار، وأنت زلمي مشيت بالسلوك الرسمي بالحكومة السابقة واللي عم صرف أعمال حاليا عكس طلبات هذه الدول اللي عم ترعى لك اقتصادك. شو بدي عدهم كلهم؟ قالوا لكم ما تزيدوا معاشات وسدوا وشدوا الحزام، زدتوا المعاشات بشكل كارثي. معاشات مين؟ الوزراء والنواب والقضاة وأساتذة الجامعة والموظفين وأساتذة الدولة وأساتذة القطاع الخاص، من عدا الموظف القطاع الخاص بس ما زادوا له، والباقيين كلهم زادوا له. يا خي عاد بيزيدوا الناس، بس بيزيدوا بناء على قدرة الموازنة على تحمل هذه الزيادة. أبونا محترم معلش، بارح طلع أنه في مليار دولار محطوطة على محطات التكرير الصرف الصحي، مليار دولار. وطلعت أنه محطات التكرير ما قال عليها بالمجرير، محطات تكرير على جنب والمجرير على جنب، مليار دولار. طيب هلا بدنا نستكتر على الناس سلسلة رتب ورواتب بمليار دولار، فرجت الناس وعطتهم حقهم. صح، وعطتهم حقهم، في ناس ما أخذوا حقهم كمان. أنا مش عبلوم. طيب بعرف حبيبي، أماني أنا مش عم جادلك، ما بسمح لحالي. مليار دولار لمحطات التكرير راحت للحرامية والصوص والفاسدين والزعران واللي أخلاقهم مثل المجرير، ما هيك؟ وعم نقولها معلش بتشبههم بتشبههم ولبل أسوأ كمان، ريحتهم أكثر. بس هذا المجارير بتسدى ما بتطلع ريحة، أنا بيمشوا على الطريق ريحتهم ماشي معه بكل فخر عظيم. ومليار دولار لسلسلة الرتب والرواتب هالناس المعترة اللي حقها، من العسكري إلى الضابط إلى الأستاذ إلى الموظف في القطاع العام. طيب ولك راح يبققونيها، راح يبقطونيها هيدي السلسلة كل يومين ثلاثة بيطلع واحد بيتفلسف بيقول لك السلسلة خربت البلد. ما أنت بصفقة واحدة انت والفاسدين اللي معك عم بتطلعوا قد على 200 مره للمليار دولار. معلي انا حبيت هيدي الشغله، مش عم بعمل هلا انا فيك مطالعه بكل توضيح، بس انه خلينا سلسله الرتب والرواتب منا شيء قدام السرقات السلسله بالذات. طيب ولا عن الزيادات كقطاع معين، انا عم اقول السياسه الاقتصاديه اللي طلبها منهم البنك الدولي والدول المانحه للقروض مش وعكسها، وهذا المشي العكس مشي بقطاعات اخرى. طيب اوكي، مشي بقطاعات اخرى، مش عم اقول انا يموتوا الناس الجوع لحتى يدفعوا دين، ما هن موتون الجوع 30 سنه تيسرقوا مع السلسله ومش عارفين العالم كيف بدهم يدفعوا صوتات مدارس اولادهم. الخزينه لما بتنجبها بصدق وبتنصرف بصدق قادره لحالها تقوم بكل المسؤوليات. طيب
بس ما نحن بنعرف انه اكثر من 60% من الاموال عم تروح هدر، والامثله قدام عينين الناس بدوش مين يذكرها. صحيح آه. صحيح آه. السائبه انه زياده المعاش المعاشات عم تروح للناس، مظبوط، مش عم تروح للاجياب اللي ورا، للجيوب اللي ورا الناس، مظبوط. بس النظام العالمي لتدبير شؤون المال بالدول بحط نظم لتمشي عليها، بسموها ريستريكسيون، بسموها تنظيم داخلي. نحن ما مشينا عليه، هن وقفوا الهدر بيمشي كل شيء، وقفوا السرقه بيمشي كل شيء، وقفوا الفساد بيمشي كل شيء يعني. وتطلع مليار دولار بعدين شو بيقولوا هلا؟ مش نقطة ببحر المليار دولار، ما نقطة ببحر. اذا بتشيل اليوم قريت بالمنشات عندكم انه رؤساء الطوائف الاسلاميه بيقبضوا مليار دولار كمان. تمام، هيدي حقه مليار و600 مليون، قريش بيطلع 100 مليون موجود في الاحوال. غلط من ايام الانتداب الفرنسي يا محترم، انت بتعرف انه موجود من ايام الانتداب الفرنسي، موجود من ايام تركيا قبل. لا كمان الانتداب الفرنسي كرسه وصار في خلاف عليها يومتها، وانت بتعرف شو الوضع. مشان هيدي انه هيدي سنويه، هيدي لانه الدوله هشه، لانه الدوله ما بيندقر فيها ولا حجر، لانه هذا البرج المعمر ملزق بزبيب. تعرف شو ملزق بزبيب عفوا؟ قل شو عادة الناس بلزقوا يا بغري يا بحطوا مسامير يا بشي، بينما اذا بتلزق شغلتين بزبيب هيدي قوام تقبع يعني، مش رح تلزق. فبنيان هذه الدوله ملزق بزبيب، فمعناتها اي خلل بدك تشيله لتظبطه رح يصير فيه خلل بكل المبنى. ومن بيناتها الامور الاقتصاديه اللي بعدها لحد هلا واية، ما يخمنوا الناس انه احنا قريبين من الانهيار مثل ما بينعوا كثيرين ناس. صح هيك قصدي، لا في نحن قريبين من القوه اكثر مما قريبين من الانهيار، ما يخافوش الناس. ايه آه. صحيح صحيح. عندنا هون حبيبنا المستشار الرئاسي والحكومي السابق استاذ عماد جودية، حبيب قلبنا ودائما بيزودنا بافكاره النيره، عم بيسالك بيقول لك انه في ظل هذا الانقسام السني الشيعي او الخلاف، وهذا ما هو الدور الذي يمكن ان يلعبه القاضي الموارني تحديدا في رأب الصدع ولم الشمل، مش بس على المستوى السني الشيعي، على المستوى اللبناني ككل، بما أنه للطائفة المارونية هذا الدور الذي تلعبه دائما، غير عملية الحصص وموضوع الرئاسات وموضوع المناصب. هو هذا الدور دائما يطلب من وعي الكبير يساعد الوعي الصغير، مش هيك بيقول المثل؟ نعم. بقى اليوم المشكلة انه بلبنان بقاش فيه وعي صغير، صاروا كلهم وعي كبير. وين بدك تحطه؟ ما الوعي الكبير بقاش فيكش تحطه بوعي كبير، بدك وعي يعترف انه وعي اصغر لتحطه بوعي كبير ويحضنه هذا الوعي الكبير. اوكي، هلا الكلام هذا مسألة صحيح. هلا الكلام اللي تفضل بالسؤال، ماذا علينا ان نفعل؟ هلا بقلك، هلا إذا بيجوا الموارني أي كتلة مارونية أي كتلة بيقولوا نحن استغنينا عن وزير، حطوا مطرحه وزير، بتنحل، مش هيك؟ بتنحل، إلا إذا في نية يخلقوا عقد جديدة بتنحل. معناتها مش هيك بتكون الحلول دايما على لمصلحة فريق على حساب على حساب فريق آخر، لا مش هيك بتكون الحلول. بتكون الحلول بمنطق واعي للمسؤولية المستقبلية للوطن، بيتشاوروا مع بعضهم الناس بواسطة يا خي بدناش نقول يقعدوا طاولة، مش هيقعدوا طاولة، بس انه فريق رايح جاي، او الجوالين اللي بيبرموا بالتفاوض وعم بيقوموا كتار بالتفاوض لحتى يحلحلوا هذه العقدة. واحدة من الطروحات يلي انطرحت انه اوكي بدنا نشيل من فريق الحريري شخص ونحط بطرحه من فريق المعارضة شخص، وانطرح حل بنفس القصة انه ليه ما منجيب واحد لا من هون ولا من هون، يعني حل وسط على طريقة الدرزي اللي اجا راضيين عنه بالكل، مش هيك؟ لحلة العقد الدرزية صحيح. اه ما قبلوا خير ما الامور وسط. في ناس عارضت هذا الحل، ومن بيناتهم المرشح عفوا النواب صحيح، قالوا يا منا يا ما حدا، يا منا يا ما حدا. اوكي، اليوم يلي بده حل العقدي ما بيقدر يحطها على السكين، بده يحطها مطاطة، وهن خبرة بشعرة معاوية أكثر من غيرهم يعني، مش هيك دخلك؟ مش هن أهل البيت؟ خبرة بشعرة معاوية، بده يمسكها
يرخي اذا شد ويشد اذا رخى فحتى ما تنقطش. واليوم ما فينا نقول يا منا يا ما حدا، فينا نقول مش منك. ايه جيب لي واحد مش منك، وهذا المش منك مش ضدك ولا ضدنا، وبتكون حلوه كثير. نعم، واقترحوا اسماء، والاسماء بنعرف البعض منهم جيدين جدا. تماما تماما محترم. امبارح الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانيه او بالاحرى اليوم عفوا بحديث لصحيفه الجمهوريه بيقول يجب اقناع حزب الله بالحل، او يعني تنحل قصه الحكومه او جلسات الضروره، مش تشريع الضروره، جلسات ضروره للحكومه. بس بيقول جمله كثير مهمه كمان، الواقعيه تفرض نفسها، تقاطعات ومهادنة مع حزب الله، مع حزب الله، إنه الواقعية بتفرض علينا هلأ منهادن حزب الله بهذا التفسير. هذا الكلام قاله وليد جملات أيضا من فترة، من يومين ثلاثة، قال يا جماعة هول ربحانين، قال بشكل أوضح من جعجع، قال هول ربحانين خلينا نحل القصة بقى ونعطيهم هذا الوزير. دكتور جعجع عم بيقولها بطريقة خليني أقول مش بالوضوح اللي قالوا فيها وليد جملات. الواقعية تفرض نفسها، تقاطعات ومهادنة مع حزب الله. أوكي. فيك تقرأ لي بهالموقفين؟ أول شيء موقف الدكتور جعجع، بعدين زعيم وليد. واضحين جمبلات. بس لما بدنا ننطلق شو معناته؟ لما بدنا ننطلق مش عم بيقولوا له للحريري خلصنا كمان نحن أصدقائك، شو طبيعي ما هو حلفائه بالنهاية. بس اليوم لما بدو ينطلقوا إن كان هن أو أي فريق آخر من إنه فلان ربحان، ربحان شو؟ ربحان شو؟ مشروع بالمنطقة. حزب الله هن عم بيعترفوا إنه أوكي. مشروع مشروع وين ما كان بالمنطقة وبده ينعكس على لبنان ربحان. أراس. هيك عم بيعترفوا. إذا مشروعه ربحان وأنت موافق على هذا المشروع أعطي. بس إذا أنت مش موافق على هذا المشروع ليش بدك تعطيه مثلا؟ تماما أوكي. شي طبيعي حضرتك. شي طبيعي. أنا بقول بدي رد على الواقع اللبناني فقط، بدي رد على الواقع اللبناني. هذه الكتل المجتمعة في لبنان اليوم إلى صبغات مختلفة، ما عدا الصبغة الشيعية. ما عدا الصبغة الشيعية كيف يعني؟ مول معروف الصبغة الشيعية وحدة. أوكي. كتلة وحدة. طيب هلأ كتلة اثنين أوكي الثنائية أوكي أوكي إيه طيب، بس خود السنة اثنين، خود المسيحيين الموارن اثنين، والكويت الاثنين، عدهم اثنينات. وهون بدي فوت حاشي، دائما بيحكوا وصار أحداث بيحكوا عن المثالثة وبيقولوا سني شيعي مسيحي. لا يا حبيبي، نحن بدنا نحكي عن المسادسة مش المثالثة. بدك تقول سني شيعي درزي ماروني كاثوليكي أرثوذكسي، هيك بتكون المبدأ اللبناني اللي نشأ عليه الوطن اللبناني، مش مثالثة سني شيعي مسيحي. لا، تحكي ساعتها عن الثنائية إسلامي مسيحي بقبل معك، نص بالنص بقبل معك. بس لما بدك تقول سني شيعي مسيحي لا، بدك تقول سني شيعي درزي ماروني روم أرثوذكس روم كاثوليك من عدد الطوائف الأخرى، مع احترامنا لها. فإذا كان عندنا الأشوريين والمسلمين العلويين والعلويين احترام كامل للجميع، بس السداسية اللبنانية اللي طلعت ميثاقيتها في الوطن اللبناني ما إذا بدكم تقفوها عدلوا المذهب، عدلوا الدستور. ما فيكم تقفوها هيك بالممارسة، عم بيقفوها بالممارسة والناس عم تبلعها. بيقل بدل بأي ممارسة يا أخي، شو بعرفني رابطة نقابة معينة، رابطة أساتذة، عم بيقفوها. لا، ما فيك تقفيها وما فيك تهادن بتقفايتها، لأنه بتاخد مجرى. ما هذا المجرى مثل بيقولوا اللي بياخد بيعمل صخنة كبيرة بيقولوا اخذ مجرى، بصير كل ما دقوا الكوز بالجرة يوجعوا مطرح الوجع. لا، إذا بدنا نبني بدنا نبني على الصح وبيكمل البنيان على الصح، بس إذا ببني على الغلط ما في نبني على الغلط. هاي حاشية مرقناها. فإذا الإخوان مهادنة لمين عم بيقولوا بدنا نهدن؟ للحريري عم بيقولوا بدنا نهدن، مش للتيار الوطني الحر، مش عم بيقولوا لإلي، مش عم بيقولوا للفريق يلي هو مبدئيا متفاهم مع الحزب، عم بيحطوها للحريري. بدل ما يقولها بالإعلام إن كان فلان أو فليتان يروحوا لعند حليفهم الأساسي ويقولوا له شوف شو بدك تعمل، حل العقد بالزيارة المباشرة، بالزيارة المباشرة، بالكلام الشفهي. كلام بيع، كلام بيع بيرضى عنه فريق من العالم،
بس بالزيارة المباشرة في إلى فعالية أكثر وعنده المونة وصداقة وأخوة وتحالف طويل عريض. يتفضل. قدي بتعطي عمر لاتفاق الطائف بعد؟ سقط اتفاق الطائف ولا عمر ولا شيء، ما خلق جهيد. ايه بس نحو 28 سنة عمره مش عايشين عليه. في ريعان الصبا، عد معي ريعان الصبا، عد معي ريعان الصبا. لا مركزية الإدارية ونية الموسعة مش بالطائفة، حتى إلغاء الطائفية، تشكيل لجنة لإلغاء الطائفية ونية مش موجودة. كل ما يخالف الميثاق الوطني غير شرعي. لا شرعية لأي سلطة تناقض كل يوم بخلفه. مجلس شيوخ ونو. طيب ما هو ثلاث أرباع الطائف، شو بعد فيه؟ تقسيمات إدارية ومدري شو شكل دينا. قانون الانتخاب بقى. حتى قانون الانتخاب ضلينا نمشي عليها أنه تجرى الانتخابات على أساس المحافظة بعد إعادة النظر التقسيمات الإدارية. ضلوا نلعبوا فيها هذه. بس أهم شيء بالطائف دكتور محترم، رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الخاضعة لسلطة مجلس الوزراء. حللنا إياه. بعدها لهلأ عم تشغل رأي يعني من دالوز للامبروزو لجوستينيان بعلم القانون والدساتير. هو إذا ما إنه شو هيدي كيف 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 راكبة هيدي الشغلة؟ هي مش راكبة، هو الطائف كله مش راكبة. إنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الخاضعة لسلطة مجلس الوزراء. فيك تفهمها إنه حتى مجلس الوزراء خاضع للقائد الأعلى. ما هو هيك درجه ثانيه عم بسمعها منك، درجه ثانيه انت بتفهم اكثر من في درجه اولى اكيد بكثير. اذا هيك يعني يعني كمان مجلس وزراء خاضع ل خاضع للجمهوريه. اوكي طب هيك بتقول. بس الطائف غير هيك، نقل سلطه، نقل صلاحيات الرئيس الى مجلس وزراء. هلا الطائف عم بقول لك مثل الواحد اللي عنده ولد مريض وبس ما عندهش غيره بده يحبه لو مريض. نحن بدنا نرضى بهالطائف لان فيش غيره، فيش غيره. ولكن اللي وافق علي ما كان في مقدرة عقلية يشوف وين أخطاؤه، أو إنه غمضوا عنهن عنهن ومشيوا. ما بعرف، مناش كل مرة أنا غمضوا أنا. ما في مقدرة عقلية ولا كان في أمر واقع؟ كان في مصاري بجيوبهم عم تندفع. عم تحكي عن الطائف، عن النواب ولا عن قيادات المسيحية كمان؟ عم بحكي عن كل واحد وافق على هذا الطائف. طيب. من جميعه، لانه في غطاء مسيحي كثير، واذا كان في غطاء اسلامي ما هن الاسلام معليه. ما عم نحكي نحن كل واحد بيعمل مصلحته. ما المسلمين عملوا مصلحتهم باتفاق الطائف، ما حدا بيلومهم، ما حدا بيلومهم. انا عم بحكي عن اللي الذي وافق من الجهه المسيحيه وهي جهات حزبيه وسياسيه وروحيه. بلكي كانوا محشورين ليخلصوا من امر ما. ايه هو بين. اوكي على كده. لكن انت بتعتبر اتفاق الطائف ساقط؟ ساقط، ساقط عمليا بس موجود رسميا. عظيم. لانه كل مره بده احد القاده يتغطى بيقول مذكوره بالطائف تركي نغطى. عندك شيء بعد بتحب؟ انا بحب اسمع منك كلمه لهالشباب والناس والطلاب خلص الوقت. خلص الوقت. شفت انا اللي بحب اقوله معك بيمرق بسرعه يا محترم. اللي بحب أقوله إلي ولغيري، بحب أقوله إلي حتى قبل المرأي، إذا مؤمنين بهذا الوطن مثل ما آمنوا فيه الآباء والأجداد، وإذا مؤمنين إنه مستقبله هو مستقبل المثالي وقيادي للمنطقة كلها وإله دور قيادي وريادي في العالم كله، مثل المغتربين طبعاً. ليش يا خي لما بيظهروا من هذا الوطن بيصيروا رقم واحد بالعالم؟ بيرتاحوا. وليش لما بيجوا لهون بيصيروا رقم ثلاثة؟ بيرتاحوا. مش مزبوط. فإذا عندكم هذا الإيمان أيها القياديون كلكم، من الشرق للغرب، من شمال لجنوب، من كل الطوائف وكل المذاهب، تفضلوا. هلأ الوقت بقاش في وقت، بقاش فيكم تقولوا بدنا فرصة. صحيح. بقاش فيكم تقولوا بدنا فرصة، خلصت الفرص وإن شاء الله تضلوا طيبين لتجي الفرصة الثانية. شكرا. أنا بشكرك يا محترم، أهلا وسهلا فيك. المونسينيور كمين مبارك عميد معهد الدكتوراه في جامعة الحكمة، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.